تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الإعلامي والصحفي عبد الله العمر، عضو المكتب الصحفي في رئاسة الجمهورية العربية السورية، والمدير العام لقناة حلب تي في الفضائية وقناة الحلبية الفضائية، ورئيس تحرير مجلة أوروبا والعرب ومجلة إدارة المخاطر. أعلن انشقاقي عن المكتب الصحفي في رئاسة الجمهورية العربية السورية والتحاقي بالثورة السورية الشجاعة وانضمامي إلى المكتب الإعلامي في الثورة السورية، وأضع نفسي تحت تصرف ثورتنا المباركة بكل ما أوتيت من خبرة وأمكانات لكشف الجرائم التي يرتكبها النظام السوري القاتل والفبركات الإعلامية التي يستخدمها النظام السوري لتضليل الرأي العام العربي والعالمي وتشويه صورة الثورة السورية. وأعد أهلي في سوريا بأنني سأوافيكم بكل ما أعلمه عن هذه العصابة الأسدية والأسرار التي كنت قد اطلعت عليها داخل القصر الجمهوري والاجتماعات السرية مع العصابات الإيرانية وعصابات حزب الشيطان والدب الروسي وما يصنعه على الأراضي السورية ومشاركة هذه العصابات بقتل الأطفال والنساء وكبار السن وهدم المنازل على رؤوس أصحابها الأبرياء في كل مكان من أراضينا السورية. وفي الأيام القادمة سأكشف للعالم أجمع بعض الأسرار والخفايا من داخل القصر الرئاسي في العاصمة دمشق وما يجري هناك من تخطيط للعصابة الأسدية التي يقودها الجزار بشار الأسد والسفاح أحمد نجاد والشرير حسن نصر الله والقتلة الروس. وبهذه المناسبة إعلان انشقاقي عن هذا النظام القاتل والمجرم، أتوجه بالرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء لجرحانا، وكل الحب والتقدير للمجلس العسكري والجيش الحر وكل الثوار الصامدين والشجعان داخل الأراضي السورية. ولا أنسى أن أخص بالشكر إلى لواء شهداء الأتارب الذي قام بتأميني أنا وعائلتي، والنصر قريب بإذن الله، وعاشت سوريا حرة.